خبرنا اللي بعد كده، بعد استفتاء الجماهير الكاف يختار هدف أفشة الأفضل في نهائي القرن الإفريقي. الكاف عمل استفتاء للجمهور تختاروا هدف مين الأفضل، شيكابالا الهدف المميز جدا ولا القاضية ممكن محمد أفشة وهدف التتويج. الاستفتاء شارك فيه أكتر من مليون صوت، مليون مصوت من الجماهير على الصفحة الرسمية للكاف، وفاز هدف محمد مجدي أفشة بنسبة 52 أفشة 48 لشيكابالا. إصابة محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا وتكليف عبد الحفيظ برئاسة البعثة. الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي شفاه الله وعافاه، بيجري كده تحليل علشان خلاص مسافر مع الأهلي النيجر كرئيس للبعثة، لقى عنده كورونا، عزل نفسه، والكابتن محمود الخطيب بشكل فوري كلف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق المنتخب. 95% من آلام العمود الفقري لا تحتاج إلى تدخل جراحي. فاحنا عندنا دلوقتي شكل الغضروف عامل ازاي، بشوفه بالفحص، بشوف اعراض المريض، بعمل رنين، لازم اساس المرنين، والمرنين بيقول لي الغضروف طالع عليه مع اعراض المريض، وساعتها بقى هحدد التدخل المناسب، التدخل اللي هو 6 خطوات بعيدا عن الجراحه خالص. تخيل بقى 95% من الناس مش محتاجين تدخل جراحي، اما الوجع ما بيخوفش، واحنا بنقدر نتعامل مع وجع، وعلم علاج الالم هو اللي فعلا متخصص في الحته دي. انا حققت غضروف، عندي عرق نسا، عرق النسا ده والله والله انا كنت ببكي منه، ببكي اقسم بالله كنت ببكي منه، وما كنتش بنام، ورجليا والالم نازل من ظهري على ركبتي على رجليا، رجليا اليمين عباره عن سفنجه مش حاسس بيها خالص غير الالم. تاخدوا العناوين بتاعتهم وتروحوا لهم ابر البلازما، ما شاء الله بتعمل شغل كويس.